يتدلل 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 بعلي بعلي ها تعالوا قاعد مالي جاجيك جوال جيب لي اياه ابو حمودي هذا الاول سكينه احلى من هاي السكينه هذا ملم ملم هذا ناصع علي حرق المسوار وعليه شيبس البوتيته ليس طلع حلو ولا ما حلو مال شيبس الكراده نفس الفكره في نص بوتيته مع نظام الورق الملم مالتنا شلون بتشوفها قصه واحده ما يقبل غلط حسابات هندسيه حلو ولا ما نظام الورق الملم شلون ملم حلو ملم ومسطح واحد بس سنة ثاني وين في هذا سنة ثاني بحيره الشريحه غيرناه هذا بي سكينه شلون ما يلعب ويا الشيء هاي مال اصابع العجوز تريد نعمل نعمل شسم ونقشه تريد خشم قطع كبار الكبار يطلع بعد احلى يطلع هذا الفنجر ماله حلو ولا ما حلو الفنجر ماله هذا دبرته لا شلون ما يشوفك ما دبرته طلع انت مطفي مو المره بدون زعل يعني هذا الخشم هذا كلش حلو هذا نسميه الفرايز قل اليوم عليه شوف ايش قد حلو هاي النقشه حلو ولا ما حلو بتيت الفرايز ويدك يا ذا سن ثاني غيرت الشريحه عنده خشم مال الزلاطه عندك نعم مال الجاجيك انت من جماعه الزلاطه ولا الجاجيك؟ لا فين هي؟ اه خاوي بدلها صار انا اعتذر هاي زين؟ هاي الخمسه مال الولد ايوه هسه وصلنا للسلاطه هذا اعتال 10 عمال للمطاعم ومال الشيبس الايراني اسمه المزمز ويطلع لفات مطعم بعد احلى يعني تريد تشيبس عفريت مال النار تريد النار العاديه يطلع مال لفات اوكي انا اعطيك معلومات عم تستفاد فيها بعد مال الزلاطه هذا اعدال 10 عمال للزلاطه حلوه لو محل اصابع الزلاطه لفات المطاعم لهان برياني بعد مال برياني هذا جسر اسرح لنا الشعريه معلومه الشعريه حنطه هذا حلاوه يعني كل طعم البرياني حلوه لو محل مال البرياني كل طعم البرياني 360 لهانه يثرم لهانه يخبل بعد مال لهانه وراحت اللهانة بعمل اللهانة الله السكينة من تثرم من اللهانة مو يطلع خشي هو بالخس الخاشي وما يشيل وراء شوف هذا شكل هسه جو موسم اللهانة نزلت اللهانة والشوندر نزل هذا شوندر العراقي اللهانة والشوندر وراء ارقى المحكة فاي قدام يعني هذا يطلع لك يا شوف الشكل ما انت لك خبز حلو 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 الناعم هذا الخاشي ولا شيله استلمت الناعم هذا الناعم هذا الناعم هذا مال الكبو مال التحشي مال الدجاج تضرب جاجي وين عشا ترى زرقك بس يجيب وين العرق حلو ولا ما حلو الناعم بيم براشه مال الثوم يطلع عصير الثوم سابع واحد سابع بس هذا صعب يعني من الشقه بس هذا صعب هذا نسميه الكريسبي سابع بالكريسبي هذا الكريسبي هذا لازم تفر ايدك اذا ما تفر ايدك ما يطلع هيك عدل ما يطلع ايش قد ياخذ ما يطلع شوف طلع ما طلع هذا تفر ايدك يمين يسار تطلع انا شفت الكريسبي انا اشوفه احلى شيء حلو ولا مو حلو الكريسبي حلو ولا مو حلو الكريسبي بي دولمن نرجيل سامع بالنرجيل هاي مال نرجيل هاي صغيره بي مال الشيخ معشي نطق هاي هديه هاي تسوى شد يا عم مصطفى ليش انت مساعدني؟ حط لك هاي هديه انت على هاي الهديه بعد بوتيتا اصعب منها هاي السوري وين كنت مكشاره مال بوتيتا ساعه هذا دقائق ما انت حلوه المكشار ارقى مكشار صور باذنجان تقشر وين كنت مكشاره تقشر باذنجان حلوه لو مو حلوه المكشار هاي تما خذها لو ما خذها قديم جيت خلصنا من هاي حط لك هاي هديه عفاي بالاخير خروف مال الدولمه تاكل دولمه ولا ما تاكل دولمه؟ دمع مال دولمه تريد خشمة تريد نعم هذا خشمة قاعدة وسطية ضغطة وفرة بس في سحاب الأخير يقطع ويسحب أحلى دول حلوة لو محل أسطواني لقم لو ملق معلومة تفيدكم خافت منكم مال الحصة ما يزيد سو بالتنفيذ الله راجع شلون راجع الناعم هذا الناعم الهدية مع الهدية تبع الهدية هاي تتركب على السكين ايه ما تتعود ليش الوالدين دبرتها؟ هذا دبرتها اعطيك شده صعبه صعبه ما حد يعرفها لها ياخذها وين ينزل تبع لها هاي يعني بالعكس ما يشتغل وبالعكس يقول صيد المرض هاي التركيبه الصحيحه يعني معوجات يسرى اللي جوا هاي قدام زين كبين اسد ملي بالملي بالاول بعد بيه ثاني وثالث رابع ما بيه البنت ما يجي تدري لو منو امان ما يجرح نهائيا امانه فغلى من هاللوزه تي تخلص من السعلوه وقلبه بالمقلوب لك حل جديد هذا الاول معلم لا تتدلل صديقي كذا مكشاره يشتغل ارقى مكشاره بالسوق بس القشر شعر اقتصاديه ملل كذا سرعه يشتغل سرعه لان بيومان كذا تقلا يطلع ورق واحد يشبه الثاني ما يقبل غلط حسابات هندسيه حلوه لو محل نظام الورق الملم هذا الاول اللي هو تمسك الكراده يخبل تكاته سن الثاني مع سن الثاني اثنين باثنين يعني انت تتحكم بالحجم في دخشن 10 ملم في دثي هذا ال 2 ملم شوف سيك الرادع بعد ما صار عيني ليش تتزوج تعطي الجواب بس خلينا نشوف ليش ما تتزوج هو اللي يشتغل لي عارف القلب بده يسعر هذا ما تتزوج اولاد هو بيلي ايه ايه هو يبي واحد ما يتزوج ربع واحد ما يتزوج واحد شوف سيك الرادع حلو لو حلو شوف سيك الرادع بس بالعكس ما تشتغل انت زين ما